فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالدين وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في شمائله: قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عمار حسين بن فريد قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تنتفخ قدماه فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. جزاكم الله خير. كم حديث؟ طيب خلاص. نعم. باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لها أمور. الأمر الأول للتأسي، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. الأمر الأول للتأسي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فعل ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للتشريع. نعم. والأمر الثاني هو ضبط العبادة على وفق الشرع. الأمر الثاني هو ضبط العبادة على وفق الشرع، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث هو الرحمة بالعباد، إثبات أن هذه الزيادات على النوافل وليست على الفرائض. فهنا عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. نعم. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أمور في هذا الحديث. الأمر الأول وهو يستحب أن يصل المرء إلى شدة الاجتهاد في عبادة رب الأرض والسماوات، إلا أن يرى في نفسه الكسل بعدها، ما استطيع أن يقوم كالمرأة التي كانت يعني تصل حبلا، ولما سأل سلم عنها قالوا: زينب كانت تصلي فإذا تعبت تعلقت به فقطعه، وقال: يصلي أحدكم نشاطا. ولذلك قال: إن الله لا يمل حتى نعم أعرف أننا أخذناه، أعرف هم خلاص أعادوه. وأيضا قال هذه المسألة الأولى. نعم. المسألة الثانية فيها مراجعة المفضول للفاضل، فعائشة راجعته، أبو هريرة راجعه، وكل واحد منهم يتعلل بهذه العلة، نفس العلة: إنك عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صحيح. ففيها مراجعة المفضول للفاضل بالدليل وبالأدب. لذلك نحن لا نحجر على أن يراجع الصغير الكبير والطالب العالم
بشرط الادب. لا بأس تطور شيخ، شفاك الله عافاك، يعز علي والله ارى حضرتك هكذا اشعر بالمك. لا بأس تطور شيخ حضرتك، بس اذا لنا تجلس على كرسي الاخوه، كرسي للشيخ. ما صح يا شيخ، ما صح، زادك الله ادبا وعلوا ورفعه. لا بأس تطور شيخ، شفاك الله عافاك، نسال الله ان يديمك ويديم خيرك وينفع بك الامه الاسلاميه. اللهم امين يا رب العالمين. الله ينفع بك الامه الاسلاميه. شيخ تاتي تجلس على راسنا مش في الخلف. يا رجل اسمع، زادك الله ادبا، رفع الله مقامك ونصر الله بك المله ورفع بك رايه السنه وقمع بك البدع. اللهم امين يا رب العالمين. فمراجعه المفضول للفاضل جائزه، شريطه الادب، شريطه الادب، الادب شريطة الأدب فقط، شريطة الأدب والدليل، لأن مراجعة المفضول للفاضل مجازفة. مراجعة المفضول للفاضل مجازفة، فحتى ننفي المجازفة لابد أن يكون فيها دليل، يكون معه دليل في ذلك. ولا تشكل علي بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قال من نوخش الحساب عذب، قالت علامة وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فنقول هذا استدلال، ده وجه دلالة، فالنبي بين لها الوجه من ذلك، أن هذا إيش؟ قال هذا العرض ومن نوقش الحساب عذب. فيجوز مراجعة المفضول للفاضل شريطة الأدب مع وجود الدليل. المسألة الأخيرة التعليل الذي عللوا به، قالوا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا فيها الإقرار بجواز الوقوع في المعصية من الأنبياء، طبعا هذا يكون على الصغير، على الصغيرة، وليست أي صغيرة أيضا، يعني لا يدخل في ذلك محقرات الصغائر، بل في الصغائر فقط. نعم، يقع يعني يجوز أن يقع أو تقع المعصية من الأنبياء. نعم، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى. وأيضا قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذها على أنه قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، والصحابة قالوا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، وقال عيسى اذهبوا الى محمد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. كل ذلك اقرارات بوجود الذنب. اما ان ياتي المتكلف ويتنطع ويقول هذه من باب سيئات الابرار، حسنات سيئات المقربين حسنات الابرار، هذا من اين اتيت بهذا؟ من اين اتيت بهذا؟ وقد قال الله تعالى وعصى ادم ربه فغوى. فين حسنات الابرار؟ فين سيئات حسنات المقربين وفين سيئات الابرار؟ لما اكل من الشجر. قال إن هذا عدو لك ولزوجك فليخرجنكم من الجنة فإيش؟ فتشقى. بيخرج الجنة بأكل الشجرة. فين بقى سيئات، وين بقى طبق لي حسنات الأبرار لسيئات المقربين؟ طبق لي هذه القاعدة التي تكلفوا فيها وفي تأويلها. تأويل متكلف. الآن بقول لك قال وعصى آدم ربه فغوى، وبينت وين وجه المعصية؟ فوكزاه موسى فقضى عليه. قال إن هذا من عمل الشيطان. قال ان هذا من عمل الشيطان. يبقى اذا فيها تفريط ولا ما فيهاش؟ فيها شيء من التفريط. قال فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. وقال ابراهيم تصريحا كذبت في جنب الله ثلاث كذبات. الغرض المقصود فيها الاقرار من الصحابه على انه يتصور ان يقع النبي في ذنب في معصيه، لكنه يتوب في التوبة اللحظة، ومقامه بعد التوبة أعظم من مقامه قبل أن يعصي هذه المعصية ويتوب منها. وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو قال لو لم يكن ذنبا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره فيما كان فيما قال، ثم بعد الإقرار قال أفلا أكون عبدا شكورا، أنا أكون شكورا أشكر ربي على ذلك. وهذه النعمة المستحدثة لابد لها من شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه فيها دلالة أيضا كما قلت على الإقرار عند المراجعة بأنه قد يعني الأنبياء معرضون إلى المعاصي، للمعاصي معرضون باتفاق الأمة
هم مبرؤون من الكبائر، من محقرات الصغائر، لكن من الصغائر لا. الخلاف وارد، والصحيح عند المحققين بل جمهور أهل السنة يقولون بأن الأنبياء معرضون للصغائر. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر لهم. ففيها إثبات جواز المعصية على الأنبياء، وفيها أيضا شكر النعمة. إذا جاءتك النعمة من الله جل فعلا واجب عليك الشكر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. نعم، نقف عند هذا الفوائد المستنبطة: جواز مراجعة المفضول الفاضل بأدب ودليل، الإقرار بجواز الصغيرة على الأنبياء. نعم، الفائدة الثانية ماذا قلنا؟ جواز، صحيح، جواز صغير على الأنبياء. من كمال الإيمان الشكر على النعماء من الرحمن. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا الفقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.